ديالنا وكنشكرهم على هذا الموضوع على حيت الجمعة عطاونا التزامات فين عاد تصوروا ماشي في الاخير كلمة السيد قلت نتسويت عفوا كنوصل ان بون كومون شي شركة ولا شي حاجة مستحقش ويطلع على هادشي حنا سدينا الشركة عاملة النجاح ديالها حتى شوية المنطقة خدامين فيهم وعندهم واحد المغيرة على البيت اليوم كان عندنا دورة يوليوز اللي ناقشنا فيها النقاط كتيبة ست نقاط جدول الأعمال وثلاثة عروض اللي بينهم العرض ديال المهندس كذلك ديال الوزارة ديال التربية والتعليم العالي اللي وكذلك النقطة الحساسة اللي شهدها اليوم المجلس اللي كان في انتظار جلسة ساكنة ومآل تصميم تهيئة أو إعادة الهيكلة داخل تراب الجامعة اللي جات الوكالة وقدمتنا العرض ديالها والتطورات اللي كتعرف هاد التصميم إن شاء الله الناس كتشتغل من اجل تنزيل هذا التصميم في اقرب وقت الكل ينتظر بساكنه وجماعه وكل كل المتدخل كذلك المصالح الخارجيه باش تنزل هذا التصميم تهيئه في اقرب وقت بحال اللي كنعرفوا الجماعه عرفت كذلك نقط جدول الاعمال أخرى اللي تم التصويت عليها بالإجماع وكانت تدخل الإخوة وهذا الشيء اللي كيبرهن بأن الجماعة تشتغل وما زالت تشتغل من أجل تحسين الوضعية ديال الساكنة ديالها. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.